جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا. والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم أسرة قناة المهدي الفضائية برنامج القلوب الرحيمة بأزكى التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بمناسبة عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. وكذلك تتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى المراجع العظام ولا سيما المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله الوارث وإلى كافة المسلمين في أرجاء المعمورة. وبهذه المناسبة يسر برنامج القلوب الرحيمة أن يقدم كسوة العيد والعيادي والحلوى وأيضا زيارة الدور للعوائل الفقيرة والمحتاجة في هذه المناسبة العطرة عيد الفطر المبارك، وتقديم العيادي. كذلك سوف نقوم بتقديم المبالغ المالية للمرضى وخاصة للأمراض اللعينة في هذا العيد السعيد إن شاء الله، لكي يتمكنوا من مراجعة الأطباء وشراء العلاج. فإذن أعزائي المشاهدين تعالوا معنا ونتواصل وفرحة العيد. بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي، عيد العايدين صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد. بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي، صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد. علينا مشاهدين طبعا رجعنا بعد هذا الفاصل. فرحة العيد الناس اليوم كلها بعيدة وكلها فرحانة، فاليوم الفرحة هي تكتمل برعاية الناس المؤمنين، برعاية الناس الطيبة اللي دائما يقدمون العون والمساعدة للمحتاج، ولا سيما في هذا العيد السعيد عيد الفطر المبارك. طبعا اليوم حلقتنا هي برعاية الحجية الطيبة أم شوقي من الإمارات. طبعا أم شوقي بعثت مبالغ تصل أحد العيادي إلى 1,000,000 دينار، وأيضا هناك مبلغ للأيتام والمحتاجين من المرضى، وكذلك نأخذ سهام من دولة الكويت أيضا مخصص هذا المبلغ. اليوم راح نعطي عيادي للأمراض السرطانية. فإذا حلقتنا هي راح تكون برعاية الحاج أبو حيدر الصقر من ديالة، الحاج أبو محمد الشمساء من دولة الكويت. دعواتكم لها بالخير والصحة والتوفيق. وأيضا الكسوة و العيادة مقدمة من الحاج أبو عبد الله والمؤمنين من الخليج، وكذلك أختنا الطيبة الحجية أم فاطمة من الأعمار حي المعلمين، والحج الطيب أبو صلاح من البصرة أبو زخير، وعائلة المرحوم الحاج بسر الراضي من بغداد العطيفية. يهدى ثواب هذا المبلغ ثواب المرحومة جنان وأمواتهم، وأخونا الطيب الحاج أبو علي السندي والحاج عبد الخالق العلي والحاج وليد مثقال من السعودية، وكذلك لدينا فاعل الخير من السويد. طبعا جمعنا هذه المبالغ وكانت جزء منها بسيط جدا، جمعناهم وراح نقدم كسوة العيد مع الحلوى والمبالغ المالية على أكثر من 250 طفل و80 عائلة من عوائل الأيتام والمحتاجين بالإضافة إلى المرضى. فكونوا معنا وفرحة العيد. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم وفرحة العيد، ومن دار الدار جينا على الرجل الطيب اللي اليوم طبعا هو أول أيام عيد الفطر المبارك. مثل ما تشاهدون جينا نعيد الأخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله لحبيبي. عام أنت بخير. أيامك سيد كلام من العايدين. سلامة الله الرحمات على والديك. شلونك السنة بالعيد؟ والله زين على الله بعد. أنت شنو مشكلتك؟ شو هذا اللي صفك ومريض؟ مكسور. ايش كسرك؟ بعد وأنا أمشي وقاعد انكسرت. الله يكرمك. رحم الله والديك. عندك أولاد؟
اي والله بس اثنين ادين. ولد وبنيه؟ لا اثنين اولاد وثمان بنات. الله يخليهم اليك. انت تعمل ولا ما تعمل؟ لا والله كل شيء ماكو، قاعدين ساكتين كل شيء ماكو. ان شاء الله. شو تقول للناس الطيبه اليوم بهذا العيد؟ والله بعد هذا الله يوفقهم. هي بس الله يوفقهم ان شاء الله. احنا اليوم بهاي مناسبه العيد راح نقدم لك عيديه. هاي لك العيديه. وهاي حلوه. وهذا ملابس للزغاره، هاي بنتك هاي؟ ها عمو هاي لك العيديه ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك شفاء العاجل ورب يعطيك الصحه والعافيه ودعواتك للناس الطيبه. الله يوفقهم ان شاء الله ويوفق العراق حبيب قلبي. حياك الله عليك. بالفرح جاد ربي جمع اهلي وصحبي صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد علينا عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا. أعزائي المشاهدين طبعا اليوم جينا على ناسنا الناس الطيبة اليوم جينا نعايدهم. حجية السلام عليكم. قومي يما شلونك؟ ان شاء الله زينه. شنو مريضه شنو شو قاعده اليوم؟ والله يما مريضه. الله يكون بعونك. شلونك حجية؟ والله على الله الحمد لله. عيدك مبارك يا مسعود. مبارك عليك. شو تقولي للناس الطيبة اليوم بالعيد؟ ولا يما شغل وما اعرف شو احكي. وعد الله يكون بعونك. بعد ولك بعد قلب. احنا اليوم راح نعطيك عيديه. هاي العيديه من الناس الطيبه. هاي لك عيديه. والحلوه وين الحلوه يا ولد؟ اليوم ايضا هم نعطيك حلوه. شو تقولي للناس الطيبه بالعيد؟ مثل قولي يا ابا رحم الله والديكم. والله والديكم والله يعطيكم ان شاء الله. هذا مع هذا عيد العيد السعيد. ها انت وين الحين؟ والله يما هنا جوي عده ما رايحه مريضه. هم يجون يعايدوك؟ لا يجون واللي ما يحبني ما يجون. ان شاء الله كلهم يجونك. وهاي هم ولك يا بعد قلبي وحلوه بعد قلبي. دعواتك الناس الطيبه بهذا اليوم ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه. اي والله فدوه لك يا يما طاك العافيه. هي نعمه وتجاره مذخوره على الفرج بدعاء ام حائره أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة انورت فيك يا عيد علينا عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا. اعزائي المشاهدين نتواصل وفرحة العيد ومثل ما تشاهدون المرأة المكادحة ام انت عندك ايتام مريض بعقله. عليكم السلام. عام وانتم بخير. نعود عليكم السالمين ان شاء الله. صح ام جواد. ام جواد حي الله. ام جواد شلونك؟ طبعا انا لقيتك قبل يومين ووعدتك بغذائيه. الغذائيه موجوده مع ملابس الاولاد على عددهم 4 قطع ملابس خليت لك. وايضا اليوم احنا لقيناك بالصدفه. فيا ام جواد هاي عيديه الك وهاي حلوه الك. والان بامكانك تمرين طبعا احنا ما هيك بس ان شاء الله. ان شاء الله دايم تمرين على البيت اللي بيت الحجي. دايم ان شاء الله. ان شاء الله رحم الله والديك. الناس الطيبه. نعم الله عليكم والله يرضى عليكم ويستركم ويوفقكم ويشفيكم شر الدنيا ان شاء الله. تعيشتش على هاي القوات؟ اي والله على هاي. هاي بيش تبيعين هين؟ اجمع هنو الكيلو بربع. بربع؟ اي والله. سدن؟ ما يسدن بس شو نساوي؟ منظم. أعزائي المشاهدين من بجواد اللي قاعد تشوفون تبحث عن لقمة العيش بالحلال هذا تجمع هاي القواطي الفارغة مال الكولة وتبيع الكيلو بربع دينار يعني حتى ما يجيب لها ربع كيلو طماطم. إن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية والله يقويك. الله يرضى عليكم ويسعدك. دارك عيد سعيد إن شاء الله أنت وأولادك. وعليكم إن شاء الله للجميع رحم الله والديك. زاد من قربهم عيد. بالفرح جاد ربي جمع اهلي وصحبي صفح الناس قلبي زاد من قربهم عيد علينا عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا. اعزائي المشاهدين نتواصل وفرحة العيد اليوم جينا على الناس الطيبة. شوف الحجية اليوم صاعدة بالحجية. يما
صباح الله بالخير. صباح العافيه. ايام السعيده. يعيد عليك. كل عام وانتم بخير. يعيد عليك. تبين مصاعده؟ بالستوته. بس ما تخافين ما تطيحين؟ لا. ايش قد عمرك؟ والله انا عمري بعد ما اعرف. ما تعرفين عمرك؟ إيه؟ وين رايحه تعيدين اليوم؟ وين رايحه؟ لا رايحه لاهلي. رايحه لاهلي، ايش سويتي؟ هناك. شنو تقول الحجي؟ حجينا عيدك مبارك. ايامك سعيده وكل عام بخير. ابو غاسم. قاسم. نعم. والنعم ابو قاسم الحجي شو تعرف؟ والدتي. والدتي الله يعطيها الصحة والعافية، ايش قد عمرها؟ والله عمرها هي ما اعرف الا اربع. ما لابسة حزام اليمان؟ لا. شو ما لابسة حزام اليمان مال السلامة مال المرور؟ انقطع وراح. شو الطوش عيدية مال الطوش؟ ما حد طاش. ما حد طاش؟ ايوه. يا وسفة، هاي عيديتك من الناس الطيبة. من عمر. وهاي شكليتات هم لك. هاي لك الشكليتات بس لك. ولو ما عدت سنينات. وهاي السايق ابو هاشم كروتها واصل اليوم، هاي عيدية. مشكور. جيبوا لنا ملابس لهذا الوليد، شو اسمه هذا الوليد؟ مهدي. مهدي، جيبوا لنا ملابس المهدي. وهذا قاتل المهدي. ها هسه راضي علينا؟ راضي علينا. الف رحمة على والديك حجي. ان شاء الله يتر عليك. دعواتي لكل من يوقف ان شاء الله بعمل الخير، يعني يساعد الناس يوقف ويا الناس. ان شاء الله الخير. ادعي له. ادعي له. ادعي له. والعافية لكم. ربي يعطيك الصحة والعافية. وعمر عمر أكبر إن شاء الله. فدوى لعمرك، فدوى لعمرك يا قدام النج، قدام قدام. لا خادم الحسين يمه، لا الله يبارك فيك حجية. دعواتك للناس الطيبة بهذا العيد. الله. الله إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية ويشافي المريض. إن شاء الله. الله وياكم سالمين. خلص شغل، خلص نشوف الحجية. شغل شغل. الله وياكم سالمين إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير. شنو الستوتة عاطلة؟ تعال فهمني قل لي. يقول ما عطل الستوته، حتى اذا عطل صلح لك، شو تقول؟ يلا ان شاء الله خير وبركه. عيدنا 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 علينا. قال الامام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لاخيه حاجته فبحاجه الله بدا، وقضى الله بها 100 حاجه في احداهن الجنه. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا بعض اللقاءات مع العوائل الكريمة اللي قدمنا لهم عيادي واللي زرناهم إلى دورهم من هذا الحي الفقير اللي قدمنا له اليوم فرحة العيد. اليوم العيادي مقدمة من ناس طيبة، ناس مؤمنة دائما يساعدوا الفقير ويقفوا مع الفقير، وخاصة في عيد الفطر المبارك. فالآن سوف نذهب إلى مكان راح نجمع مجموعة كبيرة من عوائل الأيتام والمرضى والمحتاجين، وأيضا راح نقدم اليوم دعم إلى عوائل المرضى وخاصة المرضى حتى يتمكنوا من علاجهم وتكون إن شاء الله الفرحة فرحتين، والله يشافيهم والله يعافيهم. فإذن أعزائي المشاهدين، من الأحياء الفقيرة راح نذهب إلى مكان حتى نجمع عدد كبير من الأيتام والمحتاجين في هذا المسجد المبارك، وكونوا معنا وفرحة العيد. كل ما عدت عيد كل مرة تجينا يكثر الخير. مناسبة حلول عيد الفطر المبارك يتقدم برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية بأزكى التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى المراجع العظام والأمة الإسلامية أعاده الله بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة السعيدة يسر برنامج القلوب الرحيمة أن يقدم كسوة العيد والعيادي والملابس إلى عوائل الأيتام والمرضى، وخاصة المصابين بمرض السرطان عافاهم الله سبحانه، والفقراء والمحتاجين، لزرع الابتسامة على تلك الوجوه العراقية الغالية، وإيمانا من القناة والبرنامج بضرورة التكاتف لعمل الخير وإعانة المحتاج وإسعاد الآخرين.
في القلب نحمل للغالين تهنئة تنثر شذاها عيون العيد في وطني. كل عام وأنتم بألف خير. جبك الله فضيلة واحتفل فيك رسولة والليالي الجميلة انورت فيك يا عيد. علينا أعزائي المشاهدين، طبعا رجعنا بعد هذا الفاصل الجميل من نهر دجلة الخالد، ونحن نعيش أيام عيد الفطر المبارك. الآن معنا مجموعة كبيرة من الأطفال وراح ندخل إلى هذا الجامع المبارك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم، أيامكم سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير، حياكم الله، إن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى عوائلكم الكريمة. أعزائي المشاهدين، طبعا دخلنا لهذا الجامع المبارك اللي يشاهدون معنا مجموعة كبيرة اليوم من الأطفال، وأيضا مجموعة طيبة من أخواتي أمهات الأطفال، وأيضا معاي مجموعة كبيرة من المرضى اللي يعانون معاناة كبيرة. فاليوم هذا العيد السعيد جينا نوقف وياهم وجينا أيضا نقدم لهم فرحة العيد. طبعا فرحة العيد اليوم راح نعطيهم مبالغ مالية طبعا لشراء عقاقير طبية أو مراجعة أطباء. حلقتنا بجهود الناس الطيبة الناس المؤمنة، طبعا احنا تجولنا على مدى يومين في بعض المحافظات العراقية، وأيضا قمنا بتوزيع كسوة العيد على الأراضي اللي بناها عشوائي طبعا، ووزعنا كسوة العيد ما يقارب حوالي 600 إلى 700 قطعة ملابس في هذه الأماكن المتفرقة، وأيضا قدمنا العون والمساعدة إلى بعض العوائل، وأيضا اجينا هنا نقف معكم في هذه الظروف الصعبة ونحن نعيش في هذه الأجواء، أجواء عيد الفطر المبارك. الله يعود عليكم بالخير واليمن والبركة. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا سبق البرنامج عرض حالات كثيرة من المرضى وخاصة الأمراض السرطانية والأمراض الأخرى. بجهود المؤمنين، بجهود الناس الطيبة، طبعا ان حجيتنا مشوقي من الإمارات يهدى ثواب المبلغ بثواب ولدها المرحوم بدر الله يرحمه برحمته الواسعة، تقرون سورة الفاتحة. طبعا راح نوزع المبلغ مشوقي، وأيضا أرسلت مبلغ إضافي ضفناه عليها بالعيد، فشكرنا وتقديرنا الحجية، نقول لها حجية كل عام وانتم بخير والله يرحم ولدك بدر والله يعطيك الصحة والعافية. طبعا راح يتوزع على المرضى، واكو في الحالة السابقة ايضا من ضمنهم الطفل حسن الى عيدية 1,000,000 دينار، اما الباقي راح يتوزع على الخواتي. طبعا تصل هذه العيادة الى مئات الالاف من العملة العراقية. اختها ايضا سهام من دولة الكويت، طبعا عدها اختها جنان ايضا مريضه بمرض العين، فهذا المبلغ ايضا راح يتوزع على الحالات الامراض الخبيثه، ومعانا اليوم 20 حاله من هذه الامراض، فايضا راح نوزع هذه المبالغ على العوائل الخاصه بالامراض الخبيثه اللي هو الكانسر. فشكرنا وتقديرا. اما الباقي واخوكم ابو عبد الله والمؤمنين من الخليج، كسوه عيد وعيادي وحلوى ايضا، واخونا الطيب ابو حيدر الصقار من العراق دياله، والحجيه الطيبه ام محمد الشمساء من دوله الكويت حجيه مريم، ادعوا لها بالخير والصحه والتوفيق. طبعا هي هم تمر بازمه صحيه، دعواتكم لها بهذا الايام المباركه. والحاجه الطيبه ام فاطمه من العماره حي المعلمين القديم، والحاج ابو صلاح من البصره ابو صخير، وعائله الحاج مسهر الراضي من بغداد قرب جسر الصرافية، أيضا بثواب المرحومة جنان وبثواب والديهم، والحاج أبو علي السندي وعبد الخالق العلي ووليد مثقال من السعودية، ويهدى ثواب هذا المبلغ وثواب أمواتهم، وخاصة بثواب المرحومة دعاء بنت أخونا حجي يوسف وفعلة خير من السويد. طبعا هناك مبالغ بسيطة أيضا ضفناها على هذه المبالغ حتى راح نقدمها اليوم على العوائل المتواجدة معنا اليوم، أكثر من بهذا الجامع أكثر من 250 بين أطفال وبين نساء. فإذا أعزائي المشاهدين سنتواصل معكم وفرحة العيد، لكن بعد هذا الفاصل.
عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي عيد صفح الناس قلبي زاد من قربه. أعزائي المشاهدين عندنا بعد هذا الفاصل وفرحة العيد وأيامكم سعيدة إن شاء الله بالخير واليمن والبركة على الجميع. عيد الفطر مبارك عاد الله عليكم وعلينا إن شاء الله بالخير واليمن والبركة. حجيه أم حسن عيدك مبارك. أيامكم سعيدة. كل عام وأنتم بخير. عيد عليكم صحة وسلامة. شلون أحسون؟ الحمد لله والشكر. ماشيين بالعلاج والله كريم. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين سبق وأن عرض البرنامج حالة الطفل حسن اللي هو أمامي بالحلقة 491. طبعا حسن عنده مرض بالكلى ابنك به حصومه حصوي ينتجت اثنين كلياته حصوي وأيضا يتيم يتيم ولا راتب ولا بيت ولا قاعدين هيك احنا أنت قلتي ما عندنا مبلغ نروح للطبيب ما عندنا موت تمام إيه رادوا نعد زرع والزرع ب 350 وما سويته أم حسن الحجية أم شوقي من الإمارات شافت ابنك ودعت له اول مره بالصحه والخير والله يشافيه مو والله وانت قلتوا انتم كقناه انتم اهله اي والله هسه وبعد وبقول ربك اريد الحسين يسهل الحجيه مشوق سلم عليك هذا مليون دينار عيديه الزم هذا الزم هذا مليون دينار عراقي هذا تراجعين به الطبيب الله وعليكم ان شاء الله فرحه فرحتي انا ان شاء الله صدقه جاريه عن ابنها وعن عافيتها وعن جميع من شارك بهاي مبلغ الله وعليكم عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد عيد العايدين عيد الفايزين عود الله علينا بالمسرة كل عيد جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا عيد السلام عليكم كرار عيدك مبارك يا مساء ان شاء الله صحه والله خيرك انت انا عندي مرض خبيث مرض خبيث كان اغدى العام هذيك المره انا جيت هنا فايضا هاي لك عيديه زينه تراجعين بها الطبيب زين يا مستر سريع دعواتكم لام شوقي حجيه سهام حجيه ام رسول عيدك مبارك يا مساء سعيده كل عام وانتم بخير شلون صرتي؟ الله الله على ال اي والله زين ان شاء الله الحمد لله دعواتك يا ام شوقي الاخت سهام شراره من الكويت هاي عيديتك ايضا بالسلامة والله بشكرا لك سريع رحم الله والديك ما اريد تعبك اختنا ام عباس ام عباس شلونك ام عباس؟ الحمد لله ايش خيرك انت؟ انا عندي هالمرض المذيع ايه مرض خبيث صحة وسلامة ان شاء الله والله يعود عليك العيد ان شاء الله هاي عيديتك ايضا مبالغ زينة هاي ان شاء الله سريع اعزائي المشاهدين طبعا هم كلهم نفس الحالات واللي متواجدين اليوم معاي حالات كثيرة من الامراض السرطانية راح نوزع عليهم المبالغ المالية وايضا نوزع العيادي على اخواتي المتواجدات معاي ان شاء الله وايضا راح نعطيهم كسوة العيد لهم ولاطفالهم مع الحلوة فكونوا معنا وفرحة العيد بالفرح جاد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يتقدم برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية بأزكى التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى المراجع العظام والأمة الإسلامية أعاده الله بالخير واليمن والبركات وبهذه المناسبة السعيدة يسر برنامج القلوب الرحيمة أن يقدم كسوة العيد والعيادي والملابس إلى عوائل الأيتام والمرضى وخاصة المصابين بمرض السرطان عافاهم الله سبحانه والفقراء والمحتاجين لزرع الابتسامة على تلك الوجوه العراقية الغالية وإيمانا من القناة والبرنامج بضرورة التكاتف لعمل الخير
وإعانة المحتاج وإسعاد الآخرين. في القلب نحمل للغالين تهنئة تنثر شذاها عيون العيد في وطني. كل عام وأنتم بألف خير. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. جابك الله فضيلة واحتفل فيه. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهر متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. فرحة المسلمين تجمع الأقربين. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. علينا بالمسرة كل عيد، عيد يا العايدين، عيد يا الفايزين، عود الله علينا بالمسرة كل عيد. بالفرح جاد ربي جمع أهلي وصحبي. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع الملابس والعيادي والحلوى على عوائل الكريمة وخاصة المرضى وأيضا الأطفال الأيتام والمحتاجين ضمن كسوة العيد. وشكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا من أجل إسعاد البسمة والفرحة على قلوب المؤمنين. وأيضا اليوم الكل فرح، الكل مرتاحين بجهود الناس الطيبة، الناس المؤمنة الذين دائما يسعون يقدمون عمل الخير إلى الأيتام والمحتاجين. شكرنا وتقديرنا إلى الحاجة الطيبة أم شوقي من الإمارات، وكذلك الأخت الطيبة سهام شرارة من دولة الكويت. دعواتكم إلى أخت سهام بالخير والصحة والتوفيق والرحمة والمغفرة وقراءة سورة الفاتحة إلى المرحوم بدر بن أم شوقي، وأيضا قراءة سورة الفاتحة بثواب والدين أخونا الطيب أبو حيدر الصقر من العراق ديالة. وأيضا دعاكم بالشفاء العاجل والصحة والعافية للحاجة الطيبة أم محمد الشمساء من دولة الكويت. ولا ننسى جهود الطيبة والخيرة من أخونا أبو عبد الله والمؤمنين من الخليج الذين دائما يساهمون في برنامج القلوب الرحيمة في كسوة العيد وفي الأضاحي وفي العيادي والحالات المرضية. وكذلك شكرنا إلى أختنا الطيبة أم فاطمة من العراق ميسان، والأخونا الطيب الحاج أبو صلاح من البصرة أبو صخير، وعائلة المرحوم مسهر الراضي من بغداد. ويهدى ثواب هذه المبالغ ثواب المرحومة جنان ووالديه. وطبعا شكرنا وتقديرنا للحاج أبو علي يوسف السندي والحاج عبد الخالق العلي والحاج وليد مثقال من السعودية. طبعا يهدى ثواب المبلغ بثواب أمواتهم وخاصة بثواب المرحومة دعاء بنت أخونا الحاج يوسف. وأيضا هناك مبلغ من أختنا الطيبة فاعلة خير من السويد.
الله يعود عليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله، وعيد سعيد عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. وكذلك اليوم طبعا دعائكم أيضا اللي يشاهدونا من الشاشة بالشفاء العاجل إلى المرضى المتواجدين معنا، وأيضا دعائكم إلى الناس الطيبة اللي وقفوا معنا في فرحة العيد، وكذلك أسعاد الأيتام والمحتاجين في هذه الظروف الصعبة. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة يتلقى اتصالاتكم من على الأرقام اللي راح تظهر في نهاية هذه فرحة العيد، ونحن نستقبل هذه الاتصالات، لكن نتمنى طبعا المساهمة الجادة في برنامج القلوب الرحيمة. لدينا مشاريع كثيرة، منها بناء دور الأيتام، وكذلك أيضا رحلات علاجية خارج القطر، وأيضا لدينا برامج أخرى في سوريا وفي دول عديدة نقدم لهم العون والمساعدة، لكن يأتي هذا بفضل الجهود الطيبة بجهودكم إن شاء الله. لدينا حالات مرضية كثيرة بحاجة إلى وقفتكم معنا. الله إن شاء الله يعود عليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله، وإن شاء الله ألتقيكم على الخير والحب والأفراح إن شاء الله. إلى أن ألتقيكم في فرحة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلوب رحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964-780-100-112 أو على الرقم التالي 00964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا، عيد يا العيد.